موقع أنا السلفي. قالوا أن تعدل مع أهل العلم، مع العلماء ورثة الأنبياء، أن تعدل معهم بمعنى أن تكون عدلا معهم، فهم بشر ليسوا بمعصومين، قد يخطئون، قد يعني تذل الأقدام، قد تكون الهنات والسقطات، فمن العدل الإنصاف مع هؤلاء، وعدم التشهير وعدم الطعن والغمز واللمز، وتقدير هذه المعاني في بحر حسناتهم تغمر ولا يذكر لها نعم ذكرا حينما نوازن ونقارن بين هذه المعاني، لكن تتصيد الأخطاء، تضخم الأمور هكذا، هذا لا يليق أبدا، هذا من الظلم للعلماء، فإن أخطأوا مرة أو مرات فقد أحسنوا مرات عديدة، يغمر هذا في وسط هذا وتنتهي الأمور.